يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين هذه المسائل التي وردت في باب الإقرار وبين مسألة التقنين؟ هذا التقنين ما له أصل ولا دليل، لما هذه المسائل مأخوذة من الأدلة، هذه مستنبطة من الأدلة. الفقه مستنبط من الفقه، هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. أما القانون فهذا مأخوذ عن الشيطان، عن الطواغيت. نعم.